La 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 يا ضيعة مبعوفك يوم مهما علي كتر اللوم انت عيوني وانت النوم وانت الدمعة عفدودة مشتاق لك يا رماني والدود في يدالي صبايا الضيعة العلياني بعد ما تفارق بالي آه يا قلبي الثورة الرقمية جعلت أشياء كثيرة لم نكن نتصور حدوثها قبل عدة سنوات أمراً ضرورياً. لا يمكن أن نتخيل حياتنا بدونها اليوم. باختصار يمكن القول إن الإنسان أصبح عبداً للتكنولوجيا بكل ما تعنيه كلمة عبد من معنى. وكما هي العادة في كل المجازر التي تحدث هناك ناج وحيد أم التنافس الفوق. أبو محمود لك أبو محمود لك يا أبو محمود لك يا شباب يا شباب طولوا بالكم يا أخي والله ما في فايدة من كل هذا الموضوع لابد يبينوا الجماعة كانوا بينوا لك لا يا سيد المختار بيسا شعب تحكي انت أكيد من بعدين ما عم يسمعونا وزرحنا بضيوع الجماعة الشباب معناه خيو خلونا نروح نخبر أبو نادر لا لا شو بدنا نروح نعمل عند أبو نادر يعني أبو نادر شو بيطلع بإيده يعمل أبا اختارنا البيسة لا عم شلويطي بيطلع بإيده إيسا أبو نادر حكى مع يا هم لالي ويا هم لالي حكى مع جماعة فوق يمكن بعتولنا الموانئ أو يبعتولنا طيارة هليكوبتر بتدور عليهم بالبحر ولك شو عم تحكي ولك اخوي ابو جميل هلا الحكومه بدها تبعت طياره هليكوبتر مشان ابو محمود او حشات الله يمكن ما بيعرفوا انه عندهم واحد ابو محمود عمي صالح انا لاحظت انه في الاونه الاخيره عم تجيب سيره الحكومه كثير نصيحه اخويه بلا لك هالشغله دين انت هنا لا ما هنا خيو منشان اذا صار ما صار شي شيانه يعني خلوا اربع خمس شباب على الشط والباقي
كلياتكم الحقوني نطلع لعند ابو نادر نخبره يا اخي. تفضلوا. مزبوط والله. الحقونا الحقونا. تفضلوا تفضلوا. عشان نعم سيدي تنزل على البحر بتجيبوا لي هون بتقلي يا فلقه من كعبة التسد بتخليه لي يبطل النو وبتروح بتشوف القمر ليش ما واقف على راس عمله. سيدي القمر على راس عمله بس الغيم ما عم يخليه يضوي. بتروح بتجيب الغيم بتحط لي اياه بهالزريبه على ذمه التحقيق اربع ايام. نفذوا لها. شو هالحكي دهيمون؟ وعم تتمسخر كمان؟ منيح اني استنى بينونك وعرفت اني عم اتمسخر. اي والله عم اتمسخر. لك العم طلع على لسان الشعر وانا عم اقول وقت بيكون فينا وما حدا يطلع على الصيد لان الموج بياخذه بس عبس. العم كاني عم احكي مع حيطان. لك مع دواب كله بده يطلع نو ما نو بده يطلع. نقطة نظام عمي ابو نادر. يعني بعد اذنك الكادحين والمسحوقين وصغار الكسبة ما عندهم نو وغير نو. يعني لو تسونامي بفوت عبيوتهم بدهم يطلعوا عرزقهم. شو هالحكي؟ تسونامي تصوفيعي كله بده يطلع جوعانين. ايه والله اذا اليوم نو وبكرة نو كيف هالعالم بدها تسكر حسابها؟ شو نسيونين انه فهنا دكانه كل هالعالم عم تاخد منها بدها؟ هلا قوي فرصك يا صالح لان واقف مع هالزريبة. هلا ما كل واحد يجي يلعيها. انتبهوا تسونامي دكان ما دكان. ما حدا بيموت من الجوع. اي معك حق طبعا ما حدا بيموت من الجوع لانه الحكومة بتطعميهم احسابها اذا ما طلعوا على الشغل. حط لي اياها بين قوسين. هاي قصدك الحكومة بين قوسين ما يقول اصلا قاعة؟ لك لو صهري بدك تخرب لي بيتي انت. كلمة بتطعميهم هي اللي بين قوسين شباب. ايوه ايوه بصراحة يا جماعة انا شايف انه الشغلة ما انا شغلة نو. يعني ما نو هو اللي عم يضيعها. هات لتشوف يا فتح الزمانك إلنا نحن شعيش ما بنعرف. لا يا أبو نادر حاشاك انت الفهم بشرشر من طقك ولا ورا. بس الشغلة ما شغلة نوة لأنه ابن البحر ما نول بتضيعه. ابن البحر بتضيعه العتمة. مضبوط ابن البحر بحري بفوش ما بيغرق بدنا فنار خياو. ولك يعلو لقلبك عل العمى بعيونك العمى. ولك يخرب بيته لقلبك. ولا دايما بتخطف الكباية من راس المعه وما في شغلة بدي احكي يلا بتحكي انت. هي طلعتني بلا جميلة. انا كنت بدي اقول فنار. كيف صحيح بدهم يشوفوا البرز ما في فنار؟ خياو بصراحة انا بدي احكي. 100 مشوار صرت طالع لعند السيد مدير الناحية وبفتح معه هذا الموضوع أكثر من 10 مرات وأنا أقول له يا سيدي العالم عم تضيع عم تضيع يا سيدي العالم بدنا فنار بدنا فنار. ما عم يرد علينا. شو عمل يعني؟ شو بسوي؟ بشعل طربوشي وبوقف فنار للفلاية مش خاطير والبوابير أنا محشوم. والحشا صار لازم نجيب معنا واحد نشغله. إيش بده يلحق الوحي يكتب لي اللحن. إيش هو رجل آلي أنا؟ أنا بطل عدو والسعيد أبو نادر. شباب سيدي لا تواخذني خربطت شوي على العجقه. هلا اسلينجو اللي قال الحكومه بين قوسين ولا زرنطيطه؟ يلا ما خليتي ولا احسن ما ابتلي فيك. عم بعيونك عم تكتب لي تقرير عن شغله انا شاهد عيان فيها. ولا اكتب الشغلات اللي عم تصير من ورا ظهرنا ما عم تصير قدامنا. سيدي طولوا بالكم شوي طولوا بالكم. هي للارشيف بس للارشيف فقط. زرنطه هي بصراحة طالما السيد مدير الناحية موجود بهالناحية ضيعتنا ما راح تضوي على البحر. وهذا السنة ما راح يمشي علينا إلا برات المحافظة أو يمسكوه متلبس عمير شهنة مختار التخريمة ساعتها بصير الفنو. حاجة بقى شو عم تحكي أنت؟ يعني اللي خلق مدير الناحية ما خلق غيره خلقه وكسر العلم. شو قصدك يعني؟ أه؟ ما قصدي شيء أنا قصدي إني بروح لعند واحد أكبر منه أطول منه رأسه أكبر منه يعني أويكم شو عنه. طب نحن فنار شو عنه. طب أصر يلضايز لك العمى في عيونك بقى غشمار. بدك تضلك كل عمرك غشيم وبتتفلفاس. إذا راح عند مدير الناحية ومسح فهنة الأراضي إذا طلع لعند اللي فوق شو بده يعمل فهنة بجوز ينتفلوا شواربه. فشرت أنت وكل واحد بدي مد إيده على شواربي. اللي بمد إيده على شواربي بدي ملخله إيده من البط. عويد الهون شي مختار لا تخاف ما نوه ما نسأل لا عنه ولا عن غيره. إذا ما نقصد لا ليش خفت لك أنه سألت عنه؟ ما منشان شي عم بسأل. بكل الأحوال إذا ما راح يطلع معنا شي لشو لننكرف ونروح لعند المسؤولين. ها عمي المختار خلينا نضرب هالعجينة بهالحيط بلكي بتلزا. أولا عم يعميك ثانيا أنا عرفان عم تحوس وتلوس وقلبك عم يعمل سو 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 لحتى تقرفني برات الضيعة. بس فشلت
انا اقعد لك هون مثل الرابوس يا وطي. مثل ما بدك. عاصفين لانه انت فنار، ما قصدي انا فنار. انت فنار، انا فنار. اسمع ما بصيرك، ما بمنحك، ما بمنحك. شباك ولا أسعد؟ شباك شباك شباك، أشو شايف بنام يعني؟ معقولة ما بمنح ما بمنح ما بمنح ما بمنح، مشان مشان ما يلمبوا ركبها. شو؟ مشان مشان ما يركبوا لمبها، حكيت بالبحر كلهم بيغلوا واحد، والله حرام ما بصير الحكي، ما بصير، راحت من الطرافيس، خلصوا رجالها كلهم. لك على شو عم تحكي أنت على شو؟ هذا المسكين أبو محمود عنده خمس ست أولاد، هيك تمه مفتوح هيك 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 تمه مفتوح للسما، إذا هذا بكره غرق وبلعته الموجة، براس مين بتروح براسه لحاله؟ ما بصير الحكي ما بصير. شو طالع بإيدك يعني أنت هلا؟ لا طالع طالع بإيده، طالع بإيدك دير، هاي بتشوفها ها؟ يا دودا أهلين أسعد. أهلين أم سديبة، كيفك؟ منيحة. شو وينو لك أنجارة؟ جودة مانو هون، بدري وينو؟ لا ألا إيحا، معقولة يكون راح البحر يدور على أبو محمود لنا؟ الله أعلم. أفا غير هيك، طيب وينك؟ إذا إجا خلاي بعقلي لحتى بدي أحكي معه، بس ما يعلي صوته ويبعلي شوي شوي، في لأنه أنا، يلا. قال. ولا انا مسونا لا بعيونك ولك تنحنحنا قستني قعد لما فينا كل ساعه عم دور عليك بعدين يا افندي افهمان يا زكي الحرامي هو اللي بتنحنا ما صح البيت فهمت زتها زتها بيدك لهالجيجه نحكي كلمتها زتها ماشي شراي مرني جاي محلك ولا خيار اللي لا شو هلا اللي بيعتمد على هذا البيزنس شو بصير فهني بالاخير بموت من الجوع صح ولا ما صح صح يا عيني عليك مشان هيك خلينا بكره انا وياك نروح ولا شوفوا له السمعة عبكرة بدنا نروح لفين بالله لفا فا فا لأنه هن شو مفكرين إنه الفنار العتيق موجود مشان هيك ما عم بركب له واحد جديد شبك ولا أي حمولة قلبك ما أسألك هل مشان هيك نقصتني بدك تطلع لفوق والحشا ما يشوفوك فوق لحتى يحطوا تحتك وتحت أم الطنافس لغم ويفقعونا فقاع لك لا ألا شو عم تحكي أنت ما معقولة طيب خيا هذول العلم اللي عم يغرقوا نسيبهم هيك يغرقوا ما حرام ولك يحمولة قلبك ما أسألك شو أنت وزير ولا وزير لك لا تتحش من خارك بالمحلات اللي ما بتتحش فيها المناخير روح روح نام عندي شغل روح ماشي جاري ما بدي عطلك الله يعطيك العافية طول ما جاشتي حوفة ما قلت لي وعوين بدي انزل معك ولا اسعار بدك تنزل معي لفوق لك اسعار لفوق وبيطلعوا ما بينزلوا لوين يعني على كروم ايه علينا ولك صالح شو كروم ما كروم بدنا نروح عند الحكومة نحكي معهم مش هالفنار شبعك ولك بدا قلت تعالوا ولا اسعار لو الحكومة بدها تعمرنا الفنار كانت عمرته من زمان شو ناطين على واحد مثله لا لا بركي هدول الجماعة مفكرين انه العطية شغالة بركي هدول هيك شو بعرفك انت انت شو بعرفك لا عمي لا انا سيبوني من هالشغلات ايش بقى بين انت راسك ريشة بسيطة ماشي ماشي اذا هالفنار ما حيضوي غير على ايدين اسعد اهلين ضوينا كتير عجبك بقى يا الهي معقولة سليل هالقطاع يفرقنا على الكروم هيك بدون سبب او مسبب عفوفة بتكون سبقتني أه.
لين صهري خي. وين رايح طاير؟ وين رايح يا الخير خير؟ اخر من ندوس يبقى الخير. شو الضيعه هاي؟ ما خالحة ما خبحبحة، يعني ما بتحرك واذا ما ضربت بنص راس هون. شو بك صهري عم تلمح لشيء؟ اي عم لمح. ما له الا قيه، هذا المختار البيسه لازم هو لحاله يسال، بس ما عم يسال عن هذا الفنان، شو نسوي نحن؟ يا حالنا لازم نسال هيك من نفسياتنا يعني. احسن صهري، هذا هو الحل، اصلا لا يحك جلد الكادحين غير ظفر الكادحين. ولك مزبوط الحكي مزبوط، بس ما حا عم بيروح معي، لا الكادحين ولا ظفر الكادحين. اروح لحالك لو صهري، اصلا انت خير من يمثل الطبقه المسحوقه. لا علا انت شو عم تحكي؟ ما بتزبط صعبه، انا من غير حكومه لساني مربوط، والله ما واقف قدام الحكومه، ما ادري شو بصير لساني هيك بختنق وببلعه، والله والحشاء. معناتها لا تروح. لك كيف ما اروح؟ لا، طيب ليش انت ما تروح معي؟ لك قد الشنتين ما شاء الله محامي. لك ما اليوم، ما اليوم ولو صهري، ما كل يوم بينزل سرير هالاقطاع على الكروم. ماشي يا عنانة، قول ما بدك تروح وتساعد الكادحين، لعبة في عيونك شو عنانة؟ انت ما شاطر الا بالحكي بلا، بس بالحكي عنانة. صحت لنا فرصة من طيرة دخيلك، الكادحين صار لهم كل العمر ناطرين، وقفت على اليوم. ماشي يا سلنقا، ما حد يروح معي، لا حد الكادحين ولا ظفر الكادحين، واح وحيد انا، بروح لحالي لاني واح وحيد. بالفخ يا استنقص الصربايه ما هيك؟ هذا انت؟ أو هذا انا؟ دم؟ هاي دم انا حاسب الحساب، لسانك جاي بطن، مشي، مسي. مختار سؤال، شو عرفك اني جاي لهون؟ دعك من زولي من يوم ورايح، وين ما كنت تكون تكاين الدم منك؟ من بين عيونك اطلع لك، فهمون؟ فهمون. لك ولا المرة حطيتك قطن، مرة التوم بتعطيك التنزلت بين عيونك، وهي اعتبرها رسالة شديدة اللهجة، سكتر من هون. بالاسم سكتر. ربيتك يا واطي، سلمة يا عبد السلام، سلمة. خلصوني. اسعد على مهلك سهري. شو غيرت رايك؟ سهري تأججت مشاعري الوطنية وتغلبت على مشاعري العاطفية، بدي روح معك. ومن أجل لك المشاعر المختار اللي بيسمها. تعا تعا احترامي يا ابو نادر سيدي. احترمتك ولا شوفي. شو سيدي ما بدنا نتروى؟ جبنه وزيتون ابيض مقليها. هلا بدك تفطرني جبنه وزيتون وتعشيني بطاطا؟ خلينا نقلك ام بيضة. مثل ما باكل انا بدك تاكل انت. وتاني شغله انا بدي طالع فرمان اداري يمنع قلي البيض منعا باتا في هذا المخفر وتحت طاوله المسؤوليه، شو رايك؟ ليك لهالامه قال يمنع قلي البيض في المخفر. يا ابو نادر شباك يعني من وقت طلع معك الكوليسترول بالتحليل بدك تحرمي البيض المقلي؟ والله ما بصير. لا بصير. ما بدي شم ريحته لهالبيض بالمخفر. ابو نادر نفتح الشبابيك خمس دقائق بتروح الريحه. لك ما مشان المخفر ولا غشيم، مشاني انا بس شم ريحته للبيض، مش الطريالي، واذا شط ريالي بدي اكل بيض فبيرتفع معي الكوليسترول. لك بدك تشلطني انت؟ لك انا انجلط انا؟ احترامي سيدي. أمن وقائي سجل عندك. العمى بعيونك ولا أصراطة، ما بتجيني على هالمخفر إلا مثل الفصل الحامي، شو بدي سجل عندي؟ شو هيدا أسعد وسلينجو نازلين على المدينة وفد مشان الفنار. أيوة، ومن إمتى الحكي؟ في تمام الساعة العاشرة صباحا بتوقيت أم التنافس الفوقة. وليش يا بهيمة لهلا لحتى خبرتني؟ لا تكون ناوي تنام على الفسادية كنت لبكرة.
سيدي انا ما خبرتكم لان ما كنت هون، كنت تحت وبعدين شفتهم. بعدين على فكره سيدي هي ما اسمها افساديه، هي خدمه للوطن لحتى حطكم انتم حراس الوطن بالصوره لحتى تعرفوا تتصرفوا. يالله يا ابو نادر يا سيدي، طالما اسعد وسلنجو وراها نور الفناره، عم بعيونهم ما اخشمون. بيعضي لك عشان صاير الغشم وبابي الضيعه. كل ما واحد اقول للثاني بق بيكونوا راحوا شكوا لفوق، كاني فوق ما همون الا بس ام الطنافس. ليش شوفين؟ ألو، نعم، أنا أبو نادر آي. احترامي سيدي، احترامي سيدي. حاضر سيدي. إمتى سيدي؟ حاضر سيدي، حاضر. نعم سيدي. سيدي لحظة بس. حسان أعطيني أعطيني قلم من عندك آه. ما بتعرف ما في قلم بالمخفار. عم خلص ماشي. احترامي سيدي معلش بلا قلم انا بحفظهم. نعم سيدي اعطيني انه وحده وحده. اللحمه الوطنيه، الانجازات، الوقوف في وجه، والالتفاف حول. حاضر سيدي. احترامي سيدي. حاضر سيدي. شو اللحمه الوطنيه والانجازات والوقوف في وجه والالتفاف سيدي بعرفها بيعرفها بيعرفها والالتفاف سيدي والالتفاف سيدي يلا قدامي اشوف التفاف سيدي وقوف في وجه الجاسة الوطنية الوقوف صمود سيدي لا جودة شو اللي عم يضحكا عم بتخيلوا لأسعد كيف راح لعنده لهالمسؤول؟ قام المسؤول زغره وكعره وقال لهم طلعوا من وشي لبرا، طلعوا لبرا. وانت مبسوط يعني؟ اي فرحان ومبسوط كثير، لحتى يتعلم اسعد افندي ما يدحش بخاره بالمحلات اللي ما بتمدحش فيها المناخي. ايه؟ وانت شو فارقة معك؟ يدحش بخاره محل ما بده شو بخارك هو؟ العمى في عيونه عيونه. قطشة ديبان يعني انت حالفة يا مين اذا شفتيني عم بضحك ومبسوط تنزعي لي مجازي شي لا طب ليش بدك تنزعي لي مجازي ليش ما بدك ياني اضحك وضل مبسوط ولك العمى في عيوني عندك غراب تجي قطشة ديبان لا غراب تجي قطشة ديبان شو رايك اغسلك هلا مطرح الغسيل لا شو رايك حطك بالغسيل لا بدك تغسل لا تغسل اهلين يا خاي كيفك عواد الافندي شرف تفضل ما خرج عندي شغل كثير سمعت صاحبك شو عامل شو عامل اكيد دحشه بالحبس ما هيك ولك اينو حبسه لا لا ما عشت ابوه وبدك تموت ابوه هذا صاحبك الظاهر عنده تخريمه عند اللي فوق ونهار التنين بده يجيب الحكومه كلياتها لحتى يحطوا حجر الاساس للفنار يا كنو الا ولا هلا هل هبوا رجل شو بدو يجيب الحكومة كلها خطرة شبك 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 جارنا شبك هلا اسعد لمعبي بطن الجيش صار هبور وما بقى معبي يا العينه لا تواخذينا بدي عخانه لا معبي عيني بس ما معقول كمان يكون معبي عين الحكومة لأنه هي حكومة ما بيعبي عينه من ما كان يعني بجوز أنا حتى ذات نفسي ما عبي عينه لا جودة هلا لو تحشت مخارك مع مخاره ما كنت طلعت من بياض الويش والله يا أنسة ديبي عندي فكرة أحسن بكتير شو رأيك اتحش لك صرمايتي بمناخيرك هيك وشك بيبيض جايكي ولا لا تغادري والله شغلة بتحط العقل بالكف معقولة هذا زرنطيطة يعني لك شينا من سيرتي زرنطيطة يا مختار هلا ومسيك قلم وكتوب شو رح قلك عالسريع يلا ما معي قلم ها يطلع لفوق جيب القلم دحري سنتك كلك مختار ليك جيبتك محشاي قلم شين منهم قلم وكتوب كمان انت سدات الكذبة ولا اخوي هدول ثلاث قلم عطونا هن وقت اللي سلمونا الختم الدائري صار لهم 10 سنين نشفانين وعم يبدلوا لنا هن بزمتي نشفان اكثر منهم انت لكن امز لك شيء امزه لفوق جيب قلم لحتى نقلك شو بدك تكتب يلا
طيب تكرم عيونه. حاطين السوري شو حافظوني يا تذكرت اللحمه الوطنيه وقفت بوجه الانجازات والالتفاف حول. لك شو صار معك لك مختار؟ اللحمه الوطنيه الانجازات وقفت بوجه والالتفاف حول. لك العمى بعيونه العمى، المختار البيسه ما عم يطلع بايده شي تا يطلع بايده لهالزرنطيطة الهبو. ولك شبكون 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 انكم اثنين جايين بدهم يحطوا حجره الاساس بقلب حفل جماهيري. شو اسمها بيعملوا جماهيري؟ حاشت انبسط يا جوري. بدهم يحطوا حجر الاساس انه اثنين بقلب حفل جماهيري. لك على راس الزونه. حاشت حاشت حفل جماهيري. حاشت حفل جماهيري وحاشت. الا ولو بيكونوا استحوا يقلعوك ويصغروك ويكعروك لبرا او مقرتفوك تقردوا. ايه ليك على الحكي لهم بالسبل. ايه لك ما استحوا كعرونا كعرونا. اول واح كعرنا والثاني كعرنا الثالث اكبر واح فيهم احترمنا ووعدنا. مضبوط وعدنا وايد هذا الشيء بالدفتر عشو مشان ما ينسى. ابيكون كمان الثالث استحى يكعركن ويصغركن لبرا او مقردفكن قرتفة. لا انا ليك على امي الزراطه. لو شو عم تحكي انت؟ ليش لا يستحي؟ بتصارت انه جاي لهنا بشارط نشقد لشقد ولا من الف ونا لالف ونا. ايه لا من 25 ل 25 بس. ماشي هضعف خيو. روحوا مع السلامه انتوا الثلاثه ان شاء الله بنلتقى بنخبركم. روحوا مع السلامه مع السلامه. تعالوا استنقوا روحوا بلا رح يموتني رح يموتني رح يطلعني من الثيابه رح يشكلني. والالتفاف حول. وهي الالتفاف حول. والله ما مزبوطه. تقاولوا لابو دهيم تقاول تقاول ما فينا اليون يا اخي. صعبين صعبين. لا تخافوا لك مختار هو شويه حكي. العمو ما بتعرف تحكي هنا. ما قلت لي ما بتعرف تحكي هنا. بعرف بحكي هنا بس انت بتعرف يعني بهيك مناسبات وضع حجر الاساس كل المسؤولين بيكونوا موجودين وكلهم قاعدين اول صف. انت بس تطلع يا اخي لهم رهبه وهيبه الا ما تغلط لك بشي حرف. الله وكيلك اذا غلطت لي بشي حرف انا متاكد بيسحبوا الختم مني. لك لا تجبين لا تجبين. انت مختار ولك بيسه شباب. ولا دهيمان 100 كلمة جبان ولا كلمة الله يرحمه. بعدين ضروري هالعلاك المصدي يحطوا هالحجر ويخلصونا بقى. وعك وعك يا مختار تغلط وتقول عن هالحك علاك مصدي. بحظي بحظي بتروح فيها دبلكها. اطول بالك ولا ابو دهيم طول بالك. صار واحد بيحسب حسابك اكثر من عويد الف الساد. انا ما قصدي على هالاصطلاحات المكتوبة هاي على راسي وعيني من فوق. بس قصدي بكره بس يخلص المشروع بالتدشيم يعني بس يدش مهنه بنقول هالكلمتين وصلى الله وبارك. اسمح لي انا لازم امشي هلا مشان تقعد انت تمخمخ وتحفظ هالكام جمله على مهلها. هلا عود اشرب لك فنجان قهوه ما بدنا نتضاشمها. بعدين شغلتهم بسيطه يومين ثلاثه بحفظه. لك مختار شو يومين ثلاثه؟ بكره بكره التبشيم يعني ما معك وقت الا من هلا لبكره الصباح. يا محمد يلا خاطرك. الله معك مع السلامه. اللحمه الوطنيه الانجازات الوقوف في وجه الالتفاف حول. وانت ولا سليم ولا ماكرة شو عرفك انه ابوي بهي كلمة؟ لا ولا شبك لي عفوفة كأنه انت ما بتعرفي لسليم. ما انا بذات نفسي طلبت منهم يكلفوا فيها. انت بتعرف انه ابوي ما بيعرف يلقي كلمة. سليم بدك تورطه ما بدك تحطه بموقف محرج. لك لا ولا معقول حطه بموقف محرج لابوك؟ ما انا طلبت منهم يكلفوا فيها مشان هو يطلب مني اكتب له اياها. قلت لحالي بلكي العلاقه بتتوطد وبتزدهر بلكي بصير نصيب. يا لطيف يا سليم شو انك قري صحيح انك شو قايل الارض وطالع كيف حسبتها انت؟ الحاجه ام للاختراع. عرب اي ابع من هون. ايش سليم عرب شوفي لكني هون يسألك ولا بنتي هاللوات اللي كنتوا بالمدرسه كانوا يعطوكم دروس تعبير؟ كان في عندنا تعبير
بس ما كان في عندنا كلمه. ليش عرفك ان بدي اسالك عن كلمات تبع احجار الاساس تبعات المشروع؟ ها ليش مو من شان الكلمه؟ اي من شان الكلمه، بس شو عرفك بالاشاعه؟ اي باينه ولو عبد السلام ضروري هي تحكيها بلسانها حتى تبين، مين بده يقول لها يعني؟ مين بده يقول لها؟ فهني غير هلا ابن الصرامه، قلت لحالي بعد هديك القتله بيكون زاق واستحى حاله، بس ما فهمت كيف واحد بده يزوق ويستحي حاله طالما قاعد عندي بالبيت طابور خمس. طيب شو غلطت يعني لك ابو جمي؟ ما غلطت يا بنت الصرامي. اه لك ابوي انا كنت واقفه على الشباك عم شم هوا مثل العاده، الله وكيلك مرسلي حكى كلمتين وراح. شو الكلمتين اللي حكاهن ده؟ قال لي اذا ابوكي بده مساعده مشان الكلمه هو جاهز. ها بس هيك؟ بس هيك. هاي اذا هيك ماشي الحال حسبت قال لك شي تاني. بدي جوا هنا بدي جوا. زارتنا الانوار، زارنا الامر، تفضل. اسمعوا لا لا تفكر جيتي لعندك يعتبر تغير بموقفي، لا لا زلت ثابت على مواقفي المبدئيه كما هي، ولكن بالازمات لازم نوقف جنب بعضنا. لك في الازمات وغير الازمات، روحي بترخص لك عمي المختار، تفضل امو. تروح روحك ان شاء الله. مسيك تكتب لي كلمه بتحط لي هالبنود فيها. تكرم عيونك، واحلى كلمه لعمي المختار، ان شاء الله هيك على اثرها بدك تترشح لتصير وزير. عاجلت له بعد ساعتين المر اللي عندك بتكون جاهزة، لأنه من هون لعب كرة الصبح لازم يكون حافظة بصرا. لا معي وزيرنا المستقبلي بده يمر بذات نفسه لعندي، أنا بوصل لك إياه. دعك من ذلك. بيمين بعظيم، إذا بتقرب عم إياه بيتي الإقليمية. صالخك رشا ودراكا، والأخبص طيب جاهز، فهمان؟ عن إذنو. يا لطيف. هلا بعتقد هدول تأخروا شوي. المسؤولين ما بتأخروا لا، إمتى ما بيجي المسؤول هو بيكون الوقت المناسب والصحيح. يا جماعة إجوا الرفاق إجوا. صفوا صفوا لا لك وقف معه بالصف بقى. صفوا هيك انت روحي لهنيك اللي معك القص. يلا صفوا لشو لك صفوا. اه صفوا صفوا يلا يا شو جو عد جو رح رسل تراب دف يلا شو تراب دف ايوه صار الصف جاهز الون اسبل اسبل سيدي اسبلنا اسبل الازراطة انت كمان يلا بخدم أيها السادة الرفاق، أيها الأخوة المواطنون، أرحب بكم في هذه المناسبة العظيمة والتاريخية في تاريخ أم التنافس الفوقة، ويسرنا أن نؤكد لكم أنكم
أنكم شو عمي المختار؟ شو عمي؟ عم الدباب شو قصدك من هاي ولا؟ بعدين بشرح لك هي هلا ما وقت عمي يلا يلا. ويسرنا أن نؤكد لكم أنكم في الورى مس. لا شو عمي؟ لا بدك ليه بدك تبريني؟ ليه شو في؟ ليش أنكم في الورى؟ ليش ما أنكم في القدام؟ لك ما هي هي بعدين بشرح لك هي كمل هلا يلا بشرح يلا ما حلوة ما حلوة بدك تخربوا لبيتي ما حلوة عمي يلا. روح. الذي ينظر إلى وجوهكم أي النيرة المليئة بمحبة هذه الجماهير يعجز عن الكلام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شايف لها الإطلالة شو حلوة؟ أحلى فيلا بتطلع. والله زبقتني يا رفي. إذا بدك بترك لك إياه. حلال عليك هالإطلالة. نلاقي محضر تاني. مو صغير هالمخفر عليك؟ ماشي حاله سيدنا الحمد لله. لا لا صغير صغير. رح ننقلك هو لفوق ونكبره شوي. لا لا سيدي شو؟ ما بستفاد منه شيء بعدين سيدنا ماشي حاله هيك. قديش المساحة هون؟ 1500 متر. ممتاز، معناتها بنروح نلعب تنس عندك. لو سهلة بتشرفوا ايمتى ما حبيتوا تجوا. شرفوا سيدنا، شرفوا قصوا الشريط الحريري. حط له سيدنا حط له الله يسلمك سبولا سبولا الليل بيطلع معنا ابو عدنان. نعم معلم. بكره بتروح بتخليهم يعملوا استملاك للارض اللي عند المخفر ولهي الارض اللي هون، وبتمروا على المساحه خلي يحددوا نقطه ثانيه للمناره. حاضر معلم. بكره ما بتخلينا ننام الليل، بدها تضل تضوي وتطفي تضوي وتطفي. اي والله مستحيل الواحد ينام فوق راسه منارة. تخيل تضوي بتطفي بتضوي بتطفي. شوف لها المناظر الرائعة هاي. حول أرض ما حدا شايفها لهلا. شبك مبوزين؟ والله يا ابو نادر انت بكره بتطلع تقاعد وافر امها وبتروح العطر علي بيروا علي منظر هالبحر والاطلاله العجيبه. طمن لك اجاني تليفون بسر خاطره. تليفون شو؟ قال بدهم يبعثوا السيارات مشان ياخذوا الخشبات والخفافات بقى مشان نسهل لهم شغلهم. بحظي ولا حسه
لولا شويه العقل براسي كنت بدي اجيب شويه زيت كاوز كبون على هالخشبات واحرقهم كلهم. يعني منعوهم يستملكوا؟ منعوهم يستملكوا؟ ليش ولا قادرين يمنعوهم؟ بس هن شافوا محل اوسع واشرح بالدرعيه، يعني راحت على اهل الدرعيه يا دلو. الدخيل اللي خلاك يا ابو نادر يا سيدي على الخبريه، لك 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 هاد بوسه انت انا قل راسك قل كتافيتك، الدخيل اللي خلاك تباركت لي. اي والله تباركت، ما تكون مخنزر بهذه الانفلونزا. ابو نادر حسان حسان ابو نادر كيف ابو نادر شوفي ابو نادر ليك ما تقول عني فساد، ها انا ماني فساد بس بدي افسد مشان مصالح الضيعه العليا. لك شوف هني اقول خلصني هذا الدب اسعد قال طالع لعندن لفوق يسالون امتى بدهم يدشنوا. لك اي دشنوا عمرو ان شاء الله حسان شغل هالموتور والحادي على السريع. شبكون شبكاو ولك رجاعوا لا بهم رجاع باسم الكاتحين وصغار الكسبة وناشدك بإنك ترجع عن قرارك يا رفيق أسعود. مظبوط ولا حشات الذكر إذا ما بترجع لأنسفك تقرير خليهم يحطوك على الخازو وخلي كل العالم تقول عني في الصوت وافعر أمعي. لك أنا ما مشان الخازو بس مشان حجر الأساس حطينا هنا ما بدنا ندشن. معقولة ما ندشن؟ ولك لا لا خلى البحر يبلع واح فينا احسن من ضيع كلياتنا. لك اسعد شباب. ايوه هلا فهمت عليك مظبوط والله مظبوط. طيب مشان تتشين شو؟ ولك العمى بعيون عيونك ما اش حشاك ولا تصمه ولك راح موت حواليها منك. Thank you.
الله.